انا اسمي هشام محمد انفورميشن سكيورتي ريسك مانجر في اميريتس ام بي دي بنك وممبر في الديجيتال والانوفيشن تيم جوه اميريتس ام بي دي. حبيت جدا لما عرفت ان في الميتنج ده النهارده وان انتوا كلكم حابين تعرفوا ايه البلوك تشين وايه اليوز كيسز اللي احنا ممكن نتكلم عليها كرنتلي اكزيستنج جوه الفاينانشال سيكتور. حابب كمان ان انا اتعرف على ناس كتير ستودنتس عندهم بوتنشال عالي ناحيه تكنولوجي جديده. دايما بيبقى في فرق كبير ما بين الستودنتس اللي كرنتلي طالعين مع تكنولوجي اوريدي اكزيستنج وعننا احنا خلاص يعني شويه بقالنا كتير بعيد عن الجامعه والكلام ده فما بنبقاش شويه اوير بالتكنولوجي زيكم. فانت ممكن يكون عندكم هاي بوتنشال او هاي ايدج عننا في كل التكنولوجيز اللي ريسنتلي موفينج ولسه بتطلع. احنا النهارده هنتكلم عن ريل كيسز ريليتد بالبلوك تشين تكنولوجي جوه الفاينانشال سيكتور. هنعرف كمان ان البلوك تشين مش بس كريبتو كرنسي ومش بس بيتكوين. انا ممكن استخدم البلوك تشين ده في ميني يوز كيسز تسهل لي بروسيس عندي اوريدي او توفر لي كوست او تحسن لي او توتوميت حاجه عندي جوه البانكينج او جوه البيزنس سيكتور عندي، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض في السيشن او في التوك النهارده. احنا ميلي في الاول هنتكلم على انترودكشن، ايه اللي حاصل دلوقتي حوالينا في الماركت. بعد كده هنتكلم على التشالنجز، ايه التشالنجز اللي بتواجه الانستتيوشنز دي في الفاينانشال سيكتور بالذات وهي بتمبلمنت بلوك تشين تكنولوجي. هنتكلم على تو يوز كيسز ميلي علشان الوقت، لو كان الوقت اكتر من كده كنا هنتكلم على ميني يوز كيسز ريليتد بالفاينانشال سيكتور. ايه الاستراتيجي الاوفر كم التشالنجز ديورنج الامبلمنتيشن. اخر حاجه عايزين نتكلم على النكست ستيبس، ايه الحاجات اللي محتاجين ان احنا ناخدها في الاعتبار عشان البلوك تشين ده يبقى واقع موجود في الاندستريز جوه مصر. تاني. طيب احنا لو كنا حابين نتكلم على البلوك تشين دايما بنحب ان احنا نعرفه بان هو النكست بيج ثينج. في 2008 بالتحديد لو سالت اي حد كان شغال في بنك في الدنيا كلها ايه اكتر حاجه كانت انترستنج بالنسبه لك او ما ينفعش ان انت تنساها، كلنا على طول دماغنا هتروح للورد فاينانشال كرايم او الازمه الماليه العالميه اللي حصلت في 2008. بعد الازمه الماليه دي لما حصلت بالظبط بست اسابيع في حد طلع اسمه ساتوشي ناكاموتو، وبالمناسبه احنا لحد النهارده مش عارفين ساتوشي ناكاموتو ده هو فعلا شخص ولا اورجنايزيشن ولا ايه بالظبط، وابتدى ان هو يتكلم على البيتكوين وعلى البلوك تشين وعلى كل الكونسبتس دي. وده للصدفه البحته او لغير الصدفه البحته احنا برضو ستيل مش عارفين، بس ابتدى بعد كده التكنولوجي دي تبقى هي النكست بيج ثينج جوه الفاينانشال سيكتور. في فورم دايما بيحصل حابب جدا ان انتوا لو انترستنج في التكنولوجي دي ان انتوا تتابعوه، حاجه اسمها الورد بلوك تشين فورم. الورد بلوك تشين فورم دي حصلت في مارش 2017 السنه اللي فاتت في هنا في الريجن في دبي. لو بصينا على الاستاتستكس هنلاقي انه كان الفورم ده بيورجنايز او كان موجود فيه اكتر من 40 سبيكر، كان فيه اكتر من 250 اتندي، وكان فيه اكتر من 150 ارتكل بتتكلم على الفورم ده. في نفس السنه في سبتمبر الورد بلوك تشين فورم ده حصل تاني في لندن. هتلاقي ان في طفره حصلت في الارقام اللي قدامنا دي. كنا ستيل بنتكلم في الافريج بتاع 40 بلس سبيكر، بس ال 250 اتنديز دول بقوا اكتر من 450 اتندي، ال 150 ارتكل اللي كانت بتتكلم بقت اكتر من 350 ارتكل بتتكلم، وده ان دل على شيء يدل على ان احنا في فترات قليله جدا نسبه الناس اللي عماله تروح ناحيه الموضوع ده وتبقى انترستد في الموضوع ده عماله تزيد جدا، والبزنس عمال حابب ان هو يسمع على التكنولوجي الجديده دي. لو احنا حابين نتكلم على التشالنجز احنا بنتكلم مينلي على الثري تشالنجز علشان الوقت. اول حاجه كولابوريتنج اور كومبيتنج، بلاتفورم استراتيجي، واخر حاجه الريتيرن اوف انفستمنت. لو احنا بنتكلم على اول حاجه كولابوريتنج اور تشالنجينج، دي وان اوف ذا مين تشالنجز بتقابلنا او بتقابل اي انستتيوشن عايزه انها تمبلمنت بلوك تشين عندها. مبدئيا احنا كل اندستري للاسف لحد دلوقتي او كل بنك لحد دلوقتي وهو عايز يمبلمنت ساتش تكنولوجي بيشتغل في توتالي ايزوليتد ايلاند، كل واحد عايز ياخد الهايب او عايز ياخد الهيت او عايز ياخد ان هو الليدر اللي طالع في التكنولوجي دي وان هو اول بنك يمبلمنت ساتش تكنولوجي. وللاسف الشديد ان كل واحد شغال في ايزوليتد ايلاند دي مسببه انه
لو انا عندي تشالنجز مش بعرف اشيرها مع الناس اللي حواليا علشان لو في حد قابله نفس المشكله وحلها يقدر يقول لي هو حلها ازاي، او انا لو وصلت الاتشيفمنت اقدر ان انا اشيره برضو مع الناس والناس تقول لي ان الاتشيفمنت ده فعلا كانت مشكله عندنا وان احنا قدرنا نحلها. واللي اهم من كده ان احنا لغايه دلوقتي ستيل عمالين ندور على ان احنا عايزين الهايب، عايزين البريس ريليزز انها تتكلم. على فكره دي كيس فعلا حصلت معانا في اميريتس ام بي دي، ان احنا وانس ان احنا عملنا لانش للبايلوت لليوز كيس اللي احنا هنتكلم عليها، ابتدت المانجمنت عندنا انها تتراخى شويه في الموضوع. خلاص ما هي الميديا اتكلمت، ما هي الموضوع بقى اوفر انترنت موجود والناس عماله تتكلم وخلاص، فمش مهم ان احنا نكمل لغايه لما نطلع برودكشن. بتكتفي بس ان انت طلعت وان انت ظهرت وان انت الناس بتتكلم عليك وما بتكملش بعد كده. طب احنا ازاي نوفر كام مشكله زي دي؟ في ويب سايت انا بنصح حضراتكم ان انتوا تخشوا عليه، معظمنا ممكن يكون يعرفوا او بعض مننا ممكن يكون يعرفوا، حاجه اسمها البلوك تشين كونسل. بلوك تشين كونسل دي فيها كميه يوز كيسز انتوا لا تتخيلوها. هتعرف ان البلوك تشين دي هي مش بس كريبتو كرنسي ومش بس بيتكوين، لا ده انت ممكن تستعملها في مليون حاجه تانية، ومليون حاجه تانية توفر لك وقت، توفر لك مجهود، توفر لك كوست. كمان في سيرتيفيكيشنز موجوده جوه البلوك تشين كونسل دي، لو انت عايز تسيرتيفاي حاجه ريليتد بالبلوك تشين ممكن تخش وتابلاي، وفي كل اليوزر جايدز اللي انت محتاجها علشان ازاي تمشي في السيرتيفيكيشن بروسيس بتاعتك وتسيرتيفاي مع اي من البلوك تشين سيرتيفيكتس اللي موجوده على الكونسل دي. الحاجه الثانيه ودي بارت مهمه جدا، البلاتفورم استراتيجي. لحد النهارده اي حد جوه الفاينانشال سيكتور عايز يجو ثرو بلوك تشين تكنولوجي هو ستيل ليدر في الماركت، فما عندوش ريفرنس، ما عندوش حاجه يرجع لها، ما عندوش بيست براكتس. حتى احنا كفاينانشال انستتيوشنز دايما بنحب ان احنا نروح ناحيه الستاندردز، يعني مثلا عندنا في حته السكيورتي عندنا الايزو ستاندردز، عندنا في الفاينانشال سيكتور البي سي اي دي اس اس، البي سي اي بين برودكشن، عندنا حاجات كتير بنبتدي ان احنا نرجع لها. لكن في بارت زي البلوك تشين انت ما عندكش ستاندرد ترجع له، ما عندكش بيست براكتس، فعلشان تروح ناحيه حاجه زي كده لازم تاخد الريسك ان انت كل تشالنج هيقابلك انت اللي لازم تحله بنفسك. الحاجه اللي اهم من كل الكلام ده ودي يمكن حاجه ريليتد بشغلي، السايبر سكيورتي ريسكس. انت ستيل بما انها تكنولوجي جديده انت مش عارف ايه كل الريسكس اللي ممكن تبقى موجوده عندك ناحيه تكنولوجي زي دي. حتى ديورنج الامبلمنتيشن المفروض ان احنا بنعمل سكيورتي اسسمنت، بنعمل حاجه اسمها بنتريشن تيستينج، بنبتدي ان احنا نتست السيستم ده اجينست هاكينج سيناريوز، ريل هاكينج سيناريوز. طب هل البنتريشن تيستينج الطبيعي بقى ابلايه في السيستمز اللي عندي جوه البنك هو اللي انا هعمله لما اجي ابلاي بلوك تشين، ولا في بعض التشينجز اللي انا محتاج ان انا اعملها جوه التشيك ليست بتاعتي وانا ببص على الابلكيشن دي؟ فكل دي اسئله لسه محتاجين ان احنا نحط لها اجابات وانها تبقى ستاندردايزد. اخر حاجه عايزين نتكلم فيها الفلكسبل اركيتكتشر. طبعا زي ما احنا شايفين انت عندك كذا فيندور ممكن ان انت تروح تابلاي عنده بلوك تشين تكنولوجي. طب كام واحد فيهم هيقدر ان هو يوفر لي فليكسبل اركيتكتشر؟ النهارده هخلي السيستم ده يسيرف عندي او يقدم لي سيرفيس 1 2 3 بس بكره عايز ان هو يقدم لي سيرفيس رابعه او سيرفيس خمسه، هل السيستم بتاعي هيبقى فليكسبل انف ان هو يقدم لي السيرفيس الزياده دي ولا لا؟ كمان حاجه مهمه الانتجريشن. طب انا مش هشتري السيستم ده لوحده، انا عندي 50 60 سيستم جوه البنك، هل البلوك تشين تكنولوجي دي هتقدر تانتجريت مع السيستمز اللي موجوده عندي ولا هيبقى في مشكله في الاركتكتشر والفليكسبيليتي بتاعتها؟ اخر تشالنج عايزين نتكلم فيه الريتيرن اوف انفستمنت، ودي دايما بتبقى السؤال المهم بتاع اي توب مانجمنت في اي اورجانيزيشن، هو انا هصرف كام وايه الريتيرن اوف انفستمنت او ايه الار او اي اللي انا هيرجع لي من الفلوس اللي انا صرفتها دي. للاسف لحد دلوقتي بالرغم من كل البلوك تشين بروجكتس هي اوبن سورس بس الكوست اوف امبلمنتيشن بتاعها بيبقى فيري اكسبنسيف، فانت فعلا هيرجع لك ريتيرن من الامبلمنتيشن، ريتيرن اوف انفستمنت من الامبلمنتيشن دي، ولا هيبقى في عندك تشالنجز في ان انت صرفت فلوس كتير جدا بس انت ما رجعلكش بروفيت على الفلوس اللي انت صرفتها دي؟ وطبعا دي دايما بتبقى مانجمنت ديسيجن وذر ان انت هتاخد ستيب زي دي ولا لا. بارت اللي بعد كده اللي احنا هنتكلم عليها اليوز كيسز. قبل ما نخش في بارت اليوز كيسز، في حد يعرف في كام ريل يوز كيس كرنتلي اكزيستنج وامبلمنتد ريليتد بالبلوك تشين جوه الفاينانشال سيكتور هنا في الريجن مش في مصر، بنتكلم على الميدل ايست كله؟ واحده. اوكي طيب احنا مين اللي بنتكلم على تو
business cases او 2 real use cases حصلوا recently جوه الريجن. اول يوز كيس ما كانتش بتاعت اميرتس ام بي دي، اول يوز كيس كانت بتاعت انباد ناشونال بانك اوف ابو ظبي قبل ما يبقى في اب، قبل المايجريشن بتاعته اللي هو دلوقتي فيرست بانك اوف ابو ظبي. كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن انتجريشن مع الريبل سيستم. طب الانتجريشن اللي مع الريبل سيستم ده ساعد انباد في ايه؟ ساعد انباد في ان هو قدر ان هو يحسن الاون بورد ترانسفيرز بتاعته بشكل كبير جدا. كل الترانسفيرز اللي هي كانت بتتعمل بره انباد او بره البلد قدر ان هو يستخدم الريبل تكنولوجي في ان هو يوفر وقت جدا ويوفر كوست جدا عن طريق ان هو يستخدم السيستم ده في ان هو يعمل الحوالات، بدل ما هو كان بيستخدم قبل كده السويفت نتورك، والسويفت نتورك كانت بتاخد فيز على كل ترانزاكشن وكل الحوالات اللي هي بتتعمل والكلام ده كله. فدي يمكن اكزامبل صريح ريليتد بفاينانشال سيكتور وريليتد بفلوس فعلا بتتحول عن طريق بلوك تشين تكنولوجي. لكن في الاكزامبل اللي جاي هنشوف ان البلوك تشين ده ممكن ما يكونش ليه اي علاقه بالفلوس او ليه اي علاقه بالكريبتو كرنسي او ليه اي علاقه بالبيتكوين، اللي هو التشيك تشين. التشيك تشين ده كان بروجكتس جوه، كان بروجكت جوه اميرتس ام بي دي، ابتدى في دبي ودلوقتي احنا بنحاول ان احنا نمبلمنته هنا في مصر وناخد الموافقات بتاعته من البنك المركزي في مصر. عباره عن ايه التشيك تشين؟ ناخد الصوره اللي بعديها، السلايد اللي بعديها. مبدئيا احنا لو عايزين نديفاين المشكله، كان في مشكله كبيره جدا في دبي او في الامارات كلها، ان الافريج فراد كيسز اللي بتحصل ريليتد بالتشيكس في الامارات بير يير حوالي 25 مليون درهم، ده كونزرفيتيف نمبر، بس كان فراد كيسز كتير جدا بتحصل بسبب التشيكس في الامارات. طيب علشان نفهم مع بعض، عشان معظمنا ممكن يكون مش بزنس اورينتد، فعلشان ناخد صوره مبسطه عن ايه اللي بيحصل في البروسيس بتاعت التشيكس بالظبط، خلينا ندي مع بعض مثال بسيط كده نفهم منه البروسيس بتمشي ازاي. دلوقتي انا عميل بنك اكس ورحت بنك اميرتس ام بي دي، تمام؟ وانا معايا الشيك بتاع بنك اكس ده، الشيك ده بمليون جنيه، وقلت له يا اميرتس ام بي دي انا عايز احط المليون جنيه دول في حسابي. الشيك اللي الراجل ده معاه مش شيك البنك بتاعي، فانا مش عارف السيجنتشر بتاعته دي صح ولا غلط، مش عارف اذا كان التشيك ده جينوين ليف ولا دي ليف فيها مشكله او هي ليف مزوره اصلا، فانا مش عارف اي حاجه عن التشيك ده. فبعمل ايه؟ بكولكت منه تشيك وببتدي ان انا اروح لحاجه اسمها الكليرنج روم، او اللي هي هنا في مصر حاجه اسمها غرفه المقصه، ويبتدي كل بنك يدي للبنك التاني الشيكات بتاعته. البنك التاني ده بيرجع يبتدي يتحقق من الشيكات دي كلها ويرد على البنك يقول له والله الشيك ده حقيقي، الشيك ده مزور، الشيك ده يتصرف، الشيك ده لا، وهكذا. تمام؟ طيب الكلام ده بالظبط بيحصل في يو اي، وكله سكان كوبيز بتبتدي انها تروح للبنوك التانيه ويبتدي ان هو يرجع له ايه الشيك الحقيقي، ايه الشيك المزور، الكلام ده كله. بس زي ما اتفقنا الريل كيس دي محقق لنا فراد كيسز كتير قوي، ففكرنا في طريقه ازاي نوفركم ساتش تشالنج عن طريق البلوك تشين. لو فرضنا ان التشيك ليف بمنظرها الحالي دي زي اي ورقه تشيك طبيعيه، فكرنا في حاجه تانية، ان احنا نحاول نخلي صوره التشيك دي بالشكل ده. ايه اللي زاد عليها؟ اللي زاد عليها كيو ار كود. الكيو ار كود ده لما حضرتك بتسكانه ده يونيك كيو ار كود، بيروح للناحيه الثانيه مربوط ببلوك تشين سيستم، بيجنريت اوتوماتيك يونيك هاشز علشان يوثنتيكيت التشيك ده. فوانس ان حضرتك دلوقتي عايز تبريتش التشيك ده، لازم مش بس يكون معاك السيجنتشر بتاعت الراجل، او لازم ما يكونش معاك دفتر الشيكات بتاعت الراجل، انت كمان عايز اليونيك كيو ار كود، وكمان عايز اليونيك هاش الجنريتد من البلوك تشين سيستم. حاجه ثانيه في البلوك تشين دلوقتي عايزين نعملها حته الابروفلز. طب ليه مش كل البنوك تبقى في بلوك تشين نتورك واحده ان كوبريشن مع السنترال بانك بتاع الدوله دي، وكل البنوك تقدر انها تاوثنتيكيت التشيك عن طريق البلوك تشين نتورك؟ وده اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي. الاستاتستكس بتتكلم على ان احنا بالسولوشن ده بنتكلم ان احنا بنقلل الفراد كيسز من 40 ل 60%. هاويفر ان انت بيبقى ستيل عندك الريسك بتاع ان التشيك ليف نفسها تضيع من الكاستمر، فدي ستيل الريسك اللي موجود. اخر حاجه هنتكلم فيها ايه النكست ستيبس اللي احنا نوفركم بيها كل التشالنجز اللي احنا اتكلمنا عليها، وكمان نقدر ان احنا نمبلمنت ريل بلوك تشين سيستمز جوه الفاينانشال سيكتور.
مبدئيا احنا عايزين كلير فيجن، كلير فيجن من اول الحكومات لحد الاورجنايزيشنز اللي بتيمبلمنت التكنولوجيز دي. حتى لو احنا بنتكلم على الكريبتو كرنسيز، طب ليه الكريبتو كرنسيز دي ما تبقاش حاجه اوفيشال؟ بالمناسبه الامارات دلوقتي بتفكر في حاجه زي كده. حد فيكم سمع عن البروجكت اللي موجود دلوقتي في الامارات عن حاجه اسمها الدينار درهم؟ دي كريبتو كرنسي دلوقتي الامارات بتفكر انها تعملها. انا ليه زي ما انا تبقى عملتي الحقيقيه الجنيه المصري، ليه ما يكونش عندي اوفيشال كرنسي بس كريبتو كرنسي؟ نفس الكلام بالنسبه للستاندردز، ليه ما يكونش في ريجوليشنز واضحه وصريحه وستاندردز ولوز علشان تمانج وتريجوليت الموضوع ده، عشان لو عندك اي كونسيرن او عندك اي كومبلين او عندك اي ايشو تقدر ان انت توصل للاوفيشال تشالنج اللي انت تعالج فيها المشاكل بتاعتك. اخر حاجه الستاندردز، زي ما اتفقنا لازم يكون عندك بيست براكتس، لازم يكون عندك ستاندردز، لازم تبص على حته السكيورتي، ايه البيست براكتس اللي انت محتاج تعمله علشان تسكيور الانفايرمنت بتاعتك دي، علشان تمشي في نفس الفلو بتاعك زيها زي اي ابلكيشن او اي تكنولوجي كرنتلي امبلمنتد جوه الفاينانشال سيكتور. شكر جدا لوقتكم، ارجو ان انا ما اكونش طولت عليكم، وميرسي.